اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. ترأس الملك محمد السادس امس الخميس بجامعة غسات اقليم ورزازات حفل الشروع في الاستغلال الرسمي للمحطة الاولى من المركب الشمسي نور، واعطاء انطلاقة اشغال انجاز المحطتين الثانية والثالثة لهذا المشروع الضخم نور 2 ونور 3. ويعد مركب نور للطاقة الشمسية بورزازات اول محطة للطاقة الشمسية يتم انجازها من قبل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مازن، ويعد أكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاوات. لنستمع في هذا الصدد لتاجي الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط في اتصال له مع قناة شوف تيفي. أهلا، محطة نور تشكل منعطف مهم في تطور استفادة المغرب من الطاقات المتجددة والبديلة، بحيث تعتبر هذه المحطة الآن هي أول محطة في العالم من نوعها، سواء في مستوى الإنتاجي بحيث ستصل إلى 500 ميجاوات، بالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية على أساس أنها تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لدول الجوار. فمحطة نور كما نعلم تدخل فيها فقط في إطار محلي على مستوى تلبية الحاجيات المغربية من الآن إلى سنة 2020 بنسبة 42% من الكهرباء، وفي سنة 2030 بنسبة 52%، ولكن أكثر من هذا وذاك تشكل نقطة جيدة بالنسبة للمغرب الذي سيستقبل خلال هذه السنة مؤتمر كوب 22، مؤتمر خاص بالمناخ والذي انعقدت دورة السابقة في باريس. فسوف تكون مناسبة خاصة للدول المشاركة من مختلف بلاد العالم التي تطلع على هذا الإنجاز الضخم والذي يشكل نموذجا استباقيا في هذا المجال، لأنه إلى جانب هذه المحطة ستنشأ. ومن جهة ثانية، أكد عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي أن محطات الطاقة الشمسية نور واحدة التي أعطى الملك محمد السادس أمس الخميس انطلاقة استغلالها، ومحطتي نور 2 ونور 3 التي دشنهما بنفس المناسبة بمدينة ورزازات ستعودان بمنفعة اقتصادية كبيرة على المغرب، مضيفا أن هذا المشروع سيجعل المغرب رائدا ومرجعا في هذا المجال. وأوضح التهامي في تصريح لشوف تيفي أن المغرب سيستفيد من هذه المشاريع الطاقية المهمة من الناحية الاقتصادية من خلال تقليص نسبة الاعتماد على الطاقات الأحفورية، ما سينعكس إيجابيا على الميزان التجاري. لنستمع لعبد الخالق التهامي. هو أنه تنزيل بداية تنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة في المغرب، والذي سيستفيد منه هو أولا أنه سيتم إحلال صناعة وطنية وإنتاج وطني للطاقة الكهربائية عوض استيراد النفط. الجانب البيئي هو أن سيلوث أقل في أفق 2030، غادي يكون 52% من الإنتاج الوطني ستأتي من الطاقات المتجددة، وبالتالي استفادة كبيرة بالنسبة للمغرب، أولا فيما يخص التلويث كما أخذت أي المستوى البيئي، ثم على مستوى الاقتصادي لأنها سبقى أقل تبعية للواردات من الطاقات الأحفورية أي البترول يعني التي كان يستوردها المغرب وكانت تثقل كاهل يعني الميزان التجاري المغربي. هذا الجانب الأول بالنسبة لهذه الاستفادة هذه. نعم، لا ما ماشي العلاقة، لأن بالنسبة للطاقة الشمسية اللي كاين الآن ما عندهاش علاقة مع السدود، لأن الطاقة الشمسية المنتجة كلها شمسية. بالنسبة لمشاريع نور 1 نور 2 ونور 3 كلها طاقة شمسية، يخفض الضغط على الطاقة الكهربائية، ولكن احنا محتاجين الطاقة الكهربائية لأنها مكون من المكونات ديال الطاقة المتجددة. احنا محتاجين نجو أكثر من الطاقة المائية، ماشي عندنا قل. احنا إذا ما شحال عندنا الطاقة المائية الآن في المغرب؟ ما تمثلش 3-8%. إذا احنا محتاجين أن ننمي أكثر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة المائية. إذا هذا العلاقة في هذا المسألة. اللي يكون أكثر هو اللي أساسي أكثر هو الطاقة الريحية، لأن الجانب الآخر اللي كان في المشروع
ديال المازن هو الطاقات الريحيه والطاقة. المركب الشمسي نوربي ورزازات جعل المغرب يدخل العالمية من بابها الواسع، موجها من خلاله رسالة للعالم أجمع أن المغرب بات بلدا رائدا في مجال الطاقات المتجددة، كما وجه بهذه المشاريع الضخمة رسالة هامة للمجتمع الدولي بعد أن تم وضع الثقة فيه لتنظيم كاب 22. إلى هنا نأتي مشاهدينا لنهاية خبر اليوم، إلى اللقاء.